الإله الواحد أمين. أريد بنعمة الله أن يكون موضوع تأملنا في هذه الليلة ما ورد في سفر الجامعة الإصحاح الثالث، بيقول: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت وللموت وقت، للغرس وقت وللقلع وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت إلى آخره، للسكوت وقت وللتكلم وقت إلى آخر هذا الكلام. لكل شيء تحت السماوات وقت. الإنسان الحكيم يعمل كل حاجة في الوقت المناسب. يعني إيه؟ يعني مثلا من جهة الكلام والصمت، يتكلم حين يحسن الكلام ويصمت حين يحسن الصمت، يتكلم لما يفتح الله فمه بكلمة طيبة، ويسكت حينما يكون الاشتراك في الكلام خطية من الخطايا. يعني يعرف امتى يتكلم وامتى يصمت. ما يقولش مثلا ان كل صمت فضيلة، لا، في انواع من الصمت مش فضيلة، بل في انواع من الصمت خطية. او يصمت حينما يخاف في التعبير عن ايمانه مثلا، او يصمت حينما يعتبر صمته موافقة على شيء مش مظبوط. ولكن في أوقات أخرى يبقى الصمت فضيلة. شوفوا في أمثال 26 آية 4 و5، آيتين يبدو أنهم ضد بعض. آية منهم بيقول: لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت، يعني تبقى زيه. والآية اللي بعديها على طول: جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. يعني إيه الكلام ده؟ مرة يقول لا تجاوب، ومرة يقول جاوب حسب حكمة المناسبة. إذا كنت لما تخش مع الجاهل في كلام من نوعه تبقى أنت بقيت أنت وهو واحد، يبقى في الحالة دي ما تتكلمش. وإن كان لو سكت ما اتكلمتش يبدو حكيما في عيني نفسه ويبان أن هو منتصر ورأيه مظبوط، يبقى تفحمه بكلمة. يبقى للكلام وقت وللصمت وقت. مش كل وقت الواحد يتكلم فيه ومش كل وقت الواحد يسكت فيه. ساعات كلام الإنسان يكون دينونة عليه أمام ربنا، وساعات كلام الإنسان يجيب مشاكل لا حصر لها ويقول يا ريتني ما اتكلمت، وساعات صمته يجيب مشاكل ويقول يا ريتني اتكلمت. لكن نقول: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. الإنسان العاقل يكون زي ما بيقول الكتاب: الحكيم في عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. قبل ما يقول أي كلمة يشوف الكلمة دي رايحة فين، نتائجها إيه، تأثيرها على نفوس الناس إيه، هتجيب شر، هتجيب ضرر، هتجيب خير، ويوزن الكلمة قبليه. عشان كده بيقول: ليكن كل إنسان مسرعا إلى الاستماع
مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. يعني مبطئ في التكلم يعني يوزن الكلمة كويس قبل ما يقولها، لأن الكلام الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. نفس الكلام به تتبرر وبه تدان. لما تتكلم الكلمة في وقتها في مصلحتها يبقى بتتبرر، تتكلم الكلمة في غير وقتها تدان. عشان كده الحكيم بيقول تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في وقتها. كلمة مقولة في وقتها يعني في الوقت الحسن. خد مثلا من الكلام العتاب. للعتاب أيضا وقت، في وقت تيجي تعاتب فيه إنسان يكون مش محتمل أي كلمة وتخسروا بعض، وفي وقت يكون صافي ورايق وعنده استعداد لسماع كلامك تعاتبه ما يجراش حاجة. فيجي واحد يسأل يقول العتاب حرام ولا حلال؟ أقول لا، لكل أمر تحت السماوات وقت. لما تعاتب في وقت مناسب تجيب نتيجة، في وقت غير مناسب ما تجيبش نتيجة. بأسلوب كويس يجيب نتيجة، بأسلوب مش كويس ما يجيبش نتيجة. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. واحد يكون تعبان ومتضايق وزهقان، وانت تيجي تطلب منه طلب وهو تعبان وزهقان، يقول لك سيبني دلوقتي. قول له لا، اسيبك ازاي؟ انا عايز الوقت. يروح خابط فيك. الله، لكل شيء تحت السماوات وقت. انتهز فرصه يكون انسان مستعد لسماعك وقول له اللي انت عايزه. لكن اذا كان واحد مش مستعد للسماع يبقى مش وقته، اجلها ليوم تاني. اجلها ايه؟ ليوم تاني. لكل شيء تحت السماوات وقت. تيجي ست لزوجها يكون معذور وتعبان ومش عارف يسدد ديونه ازاي ويكمل بقيه الشهر ازاي، وتيجي تطلب طلبات، يقول لها ده وقته. طب لما نشوف بس نسدد اللي في ايدينا. اطلبي في وقت يستجاب طلب، لكن مش الواحد يطلب طلب في وقت معقد، ما تجيش كده. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. حتى المصالحة مع الناس يختار لها الوقت الصالح اللي فيه استعداد في القلب ليها. يعني شوف رفقة قالت لابنها يعقوب اهرب دلوقتي لخالك لبان الى ان يرتد غضب اخيك. دلوقتي مش وقت انك تتفاهم فيها مع اخوك وهو في عز غضبه، انتظر مدة الى ان يهدأ ايه غضب اخيك وتلاقي الوقت مناسب انك تتكلم معاه. فين لما جه الوقت المناسب يعقوب قابل عيسو وامكن ان اللقاء يكون في جو مودة؟ ولو كان قبل كده بعشرين سنة كان عيسو قتله. هو نفسه قال كده، قال أقوم وأقتل يعقوب أخي. ساعة الشر ابعد شوية، مش وقته. هو مشكلة الناس في الشر اللي بيتزايد ايه؟ في عز الغضب الكلمة قصتها كلمة والتانية قصتها كلمة والنار ازدادت. بينما واحد زعلك اسكت شوية وعاتبه بعد مدة، بعد ما يهدأ غضبه شوية، لأن لكل شيء تحت السماوات وقت. لسه ما جاش الوقت. ما تحاسبش على كل كلمة في ساعتها، الحساب ده ليه وقت مش دلوقت. ده ربنا نفسه ما بيحاسبش على كل حاجة في وقتها، ده هيحاسب بعدين لما يأتي ليدين.
كل واحد حسب ما يكون عمله. لكن دلوقتي يا ما ربنا سايب حاجات كتير، لكل شيء تحت السماوات وقت. لو الإنسان مشي على القاعدة دي ما يغلطش كتير، بينتهز لكل حاجة وقتها. بيقول للكآبة وقت وللفرح وقت. هو غلطة الناس إن واحد يكون له طبع ثابت ما بيتغيرش، إما باستمرار مكشر لا باستمرار سايب على بعضه. لكن لكل شيء تحت السماوات وقت، للجد وقت وللمزاح وقت. لكن لو بقى كل الوقت جد يتعب الناس، ولو كل الوقت مزاح ما يجيبش النتيجة. لكل شيء تحت السماوات وقت. عشان كده في رومية 12 يقول ايه؟ فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. يعني في وقت تفرح فيه مع الناس وفي وقت تبكي معاهم. لكن تقابل واحد تلاقي طول عمره مكشر ويقول لك انا اتميز بالجدية في سلوكي. جدية؟ هي دي جدية؟ دي عكننة. والغرابة اللي ماشي بالشكل ده عمره ما ينبسط شوية، عمره ما يفرفش شوية. جدية على طول ما تنفعش، ما تنفعش. الجدية لها وقت، والمزاح له وقت، والترفيه له وقت، والحزم له وقت. لكل شيء تحت السماوات وقت. لكل شيء تحت السماوات ايه؟ وقت. والإنسان الحكيم هو اللي يعمل كل شيء في الوقت الصالح المناسب ليه. يعني الطيبة لها وقت والحزم له وقت. واحد يبقى طيب على طول لغاية لما الناس يلعبوا به الكرة، ده ما يبقاش طيبة دي. ولا يبقى حازم على طول لدرجة ان الناس ينفروا منه ومن حزمه، ما تجيش كده. لكن للطيبة وقت وللحزم وقت. عشان كده تجد المدرس الناجح في المدرسة لا هو جد على طول ولا ضحك على طول، انما ماسك مشاعر الاولاد في ايديه، مره يضحك معاهم ومره جد، مره شرح كله معلومات ومره كلمتين لطاف مع الاولاد. هم تلاقي شعرين بان الاستاذ ده استاذ بيراعي مشاعرهم وماشي. الأب والأم في البيت برضو الطيبة لها وقت والحزم له وقت. أم الولد ما يطلعش معقد في حياته من تدليل مضر أو من حزم زايد مضر. لكل شيء تحت السماوات وقت. السيد المسيح كان كده برضو. إزاي؟ خدوا مثلا السيد المسيح في الصفح وفي العقوبة. مرة يقول للمرأة الخاطئة وأنا أيضا لا أدينك، اذهبي بسلام. ومرة يمسك الصوت ويطهر الهيكل ويطرد الباعة جد وحزم. مرة مع التلاميذ في منتهى الحب ويغسل لهم رجليهم. ومرة يقول له بطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي. مرة السيد المسيح يبتدي العظة بتاعته بالتطويبات. ومرة في متى 23 مع الكتب والفريسيين بالويلات، الويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون. يستخدم لكل حاجة وقتها، للطيبة وقت وللحزم وقت.
للشدة وقت وللتسامح وقت، للمغفرة وقت وللعقوبة وقت. لو مغفرة على طول الحكاية تبقى سايبة، يصل الناس إلى التسيب. لو عقوبة على طول الناس يتعبوا. الإنسان الحكيم يعرف إمتى يصفح وإمتى يعاقب، إمتى يضرب وإمتى يطبطب. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. بس تعرف متى ومتى. في وقت من الأوقات بطرس الرسول يقول للرعاة أن كنتوا تشفقوا على الرعية. تشفقوا إيه؟ على الرعية. ووقت تاني يضرب حنانيا وسفيرة ضربة ينزلوا ميتين في وقتها. لكل شيء تحت السماوات وقت. والإنسان الحكيم هو اللي يستخدم كل شيء في وقته، ما يكونش في كل تصرفاته صورة بالكربون على طول، باستمرار عقوبات، باستمرار تسامح، لا ما تجيش كده، باستمرار حزم أو باستمرار لطف. لكل شيء تحت السماوات وقت. حتى على الأقل في التربية لا ترتبك الأمور أمام الصغار، إن لاقين معاملة واحدة، إن غلطوا نفس المعاملة، إن مشيوا صح نفس المعاملة، مفيش تفريق، ما يعرفوش يفرقوا. ناس كتير يسلكوا في التواضع ويقول أنا تعبت، لأنه مش فاهم. مش فاهم يعني ايه تواضع، ومش فاهم ان في وقت من الاوقات ممكن يبقى تحت كل الناس، وفي وقت من الاوقات يبقى جريء وشجاع وقوي. هل التواضع يمنع القوة؟ لا ما يمنعش، بس اقصد قوة روحية، مش يعني قوة يعني بطش او عنف، لا. وتلاقي إنسان متواضع جدا وقوي الشخصية جدا، زي السيد المسيح كان متواضع جدا، ده أخلى ذاته وأخذ شكل العبد، وقال تعلموا مني فإني وديع متواضع القلب، ولكن في نفس الوقت كان قوي الشخصية. لو بص الواحد كده يلبسه، ما كانش حد يقدر يتطلع لعينيه لما يبص. ولما كان يوبخ كانش حد يقدر يقف قصاده ابدا. في قصه المراه الخاطئه لما وبخ الكاتب والفريسيين وقال لهم من منكم بلا خطيه، كل واحد قد بعضه ماشي 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 ماشي. كيف يمكن ان الانسان يجمع بين التواضع وبين قوه الشخصيه؟ هل متواضع يعني الناس يضحكوا عليه؟ يعني الناس يتمألسوا عليه؟ يعني ياخدوه هزء ليهم؟ هو ده التواضع؟ لا، التواضع شيء وقوة الشخصية شيء تاني. لكل شيء تحت السماوات وقت. فيبتدي الإنسان يرتب حياته، وهنا لا يكون بين الفضائل نوع من التناقض، إنما بينهم إيه؟ نوع من التكامل. نوع من إيه؟ من التكامل. فضيلة تكمل فضيلة. تلاقي إنسان فيه كل الفضائل مع بعض، طيب جدا جدا وحازم جدا جدا، لطيف جدا جدا وممكن يوبخ وممكن يعنف، صفوح جدا وبرضه ممكن يعاقب. لكل شيء تحت السماوات وقت. لكل شيء تحت السماوات وقت. وبنبص نلاقي الصورة متكاملة. واحد يقول لك أنا عارف فلان طيب جدا وبيغفر حاجات كتيرة، لكن المسألة دي لابد يعاقب فيها.
ليه؟ عشان الحكاية ما تبقاش سبهللة. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات إيه؟ وقت. للعمل وقت وللراحة وقت. في إنسان تلاقيه نشيط جدا جدا ويشتغل طول الوقت وما يديش لنفسه راحة، يجي وقت ينهار. الطبيعة هي الطبيعة، ممكن ربنا يغفر لكن الطبيعة لا تغفر. للعمل وقت وللراحة وقت. ولذلك ربنا قال ستة أيام في الأسبوع تعمل ويوم لا تعمل عملا. للعمل وقت وللراحة إيه؟ وقت. الله الذي خلق هذا الجسد عارف ميزانه، عارف طبيعته، عارف إنه يحتاج لراحة، عارف يحتاج ليوم في الأسبوع. عشان كده المسيح قال السبت وجد لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. ده ربنا مديك السبت، مديك يوم راحة في الأسبوع من أجلك أنت. مش تقول وصية صعبة مش قادر عليها، دي كويسة ليك. للعمل وقت وللراحة وقت. الإنسان اللي يستريح وقت العمل يبقى غلطان، والإنسان اللي يعمل وقت الراحة يبقى غلطان، والإنسان اللي يوزن نفسه بين العمل والراحة يعيش بضمير سليم ويعيش بصحة سليمة. كل شيء له وقت. ولذلك أيضا الإنسان الحكيم بيقدر يوزع وقته توزيع مظبوط، يقدر يوزع وقته توزيع مظبوط. دي الوقت ده للكنيسة، الوقت ده للروحيات، الوقت ده للشغل، الوقت ده للبيت، الوقت ده للترفيه، الوقت ده للنوم، الوقت ده للأكل. لكل شيء تحت السموات وقت. يمشي مظبوط. إنسان تلاقي ناجح في عمله فيقعد يشتغل على طول على طول على طول لغاية ما يجي وقت يقول لك فلان ده واقع. واقع ازاي؟ جسمه ما خدش راحة فرح واقع. يقول بينما ده كان مخلص، ده كان كويس. الله، احنا بنقول حاجة مخلص مخلص وأمين في عمله، أمين في عمله وجد ومجتهد، لكن لازم للعمل وقت وللراحة وقت. غالبية الناس لا ينظمون وقتهم، عشان كده بيبقوا ضايعين، ضايعين في حاجات كتير، ضايعين لأن مش عارف ينظم وقته، مش عارف يدي لكل حاجة وقتها. هو كون انك انت مخلص لعملك يمنع انك انت مخلص لأسرتك؟ كون انك انت تبقى مخلص لعملك يعني تشتغل طول النهار وترجع لزوجتك بالليل الساعة 12 ولا واحدة تلاقيها نامت وأولادك ما يشوفكش؟ مين قال الكلام ده؟ لكل شيء تحت السماوات وقت. للشغل وقت وللعيلة وقت وللزوجة وقت وللأولاد وقت والأمورك الاجتماعية وقت والحياتك الشخصية وقت ولراحتك وقت ولعبادتك وقت. تنظم وقتك تبقى مظبوط. افرضوا جبت وزير تخطيط ولا وزير خزانة ولا وزير مالية، معرفش من اختصاصات مين دي، وخد الميزانية كلها حطها في حاجة مهمة وساب الباقي، يقول له لا. زي ما بتدي ميزانية للتعليم تدي ميزانية لتصليح الشوارع وللبلدية، وتدي ميزانية لوسائل المواصلات، وتدي ميزانية لكل المسؤوليات الأخرى. كل حاجة لازم تمشي مظبوطة بتوازن. عملية التوازن دي عملية كويسة. لكل شيء تحت السماوات وقت. للسرعة وقت وللبطء وقت. في مسائل لازم تتحل بسرعة، وإن ما حلتهاش دلوقتي
وفي اللحظة ممكن التباطؤ فيها يكون راحت فرصتها وانتهت، وتيجي تصلحها بعد كده ما تعرفش، وتلاقي الدنيا خربت وتعقدت. لازم تصلحها بسرعة. وفي مسائل عايزة دراسة وعايزة بطء. فلو كان واحد بقى من الطبيعة اللي يشتغل على رواقة وبطء مهما كان، ويقول في التأني السلامة، طب ما ممكن ان على بال ما يتأنى المشاكل ما بتتأناش معاه يرخ، يجي يحل المسألة يقول له تعيش انت، خلصت بقى واحد مريض وعايز علاج دلوقتي، تيجي تقول له في التأني السلامة، تأني ايه انت؟ لو تأنيت دلوقتي بعدها بشوية تلاقيه في غرفة الانعاش، ولو تأنيت شوية يبقى هتلحقه انعاش مش هتلاقيه. المسائل عايزة ايه؟ لكل شيء تحت السماوات وقت. تعرف امتى تتباطأ وتدرس وتفحص وتبحث وتراجع وتشاور، وامتى لازم تبت بسرعة. لازم تبت بسرعة. في بعض بلاد تباطأت الكنيسة على بال ما ترعاهم في المهجر، على بال ما راحت ما لقيتهمش، لقيتهم اتجوزوا أجانب وخلفوا أجانب، والحكاية تدور عليه ما تلاقيهوش. كانت عايزة سرعة ضروري، وابتدينا نعالج فيها بنتعب على بال ما نوصل. لكل شيء تحت السماوات وقت، للتشجيع وقت وللتوبيخ وقت، للعفو وقت وللعقوبة وقت، للزرع وقت وللحصاد وقت، للهدم وقت وللبناء وقت. شوفوا ربنا وهو بيكلم أرميا النبي عن رسالته، كلام عجيب قوي. بيقول له ايه في كل الحاجات دي؟ بيقول له انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك، لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. عشان تقلع وتغرس، عشان تهدم وتبني. امتى؟ لكل شيء تحت السماوات وقت. في وقت تقلع فيه، تقلع النبات كده ترميه، وفي وقت تغرس، في وقت تهدم، وقت تبني. مش تقول لي يعني اخذنا التصريح بالهدم؟ لا، هدم يعني ايه؟ يعني زي بيت قايل للسقوط، بتهدم وتبني بيت على اساس جديد، لكن مش تروح تهدم بيت كويس، لا، تهدم وتبني. بتهدم طبع وحش وتبني طبع كويس. زي اللي الموت وقت والحياة وقت. هي المعمودية ايه؟ دفن وقيامة. موت انسان عتيق، حياة انسان جديد. لكل شيء تحت السماوات وقت. لكن ما يمشيش الواحد بأسلوب على طول لكل المناسبات، لا، للبسخ وقت وللخمسين وقت، لألحان الحزن وقت وألحان الفرح وقت. الكنيسة بترتب كل شيء له وقته. للصوم وقت وللإفطار وقت. يجيني واحد جاي لي من أمريكا ولا جاي من المهجر، يقول لي عايز أتجوز، أقول له يا حبيبي ده احنا في الصياب الكبير، يقول لي أنا مالي أجازاتي. الله، للزواج وقت ولعدم الزواج وقت. خليك عاقل. لكل شيء تحت السماوات وقت. ده أكمنه جاي من أمريكا عايز كل القوانين الكنسية تتأمرك معاه. لا يا حبيبي، قوانين الكنيسة ليها وضع معين.
وما نقدرش في وقت الصيام نصلي بألحان الفرح، وما نقدرش نعمل لك جواز بألحان الحزن. كل شيء تحت السماء وقت. وما نقدرش نديك تصريح انك تفطر في وقت الصوم الكبير. يقول لك لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم. اديك عريس معهم يبقى ما تصوموش. طب وما تصوموش في الصيام الكبير، يبقى الكنيسه تلخبط نظامها عشان خاطرك. لكل شيء تحت السماوات وقت. ولذلك ارجو من اولادنا في الخارج انهم لازم يختاروا الوقت المناسب اللي يتجوزوا فيه. تقول لي اجازاتي، اختار الوقت المناسب لاجازاتك، لكن ما تبتديش حياتك الزوجية بكسر القوانين الكنسية. يبقى الزواج مبارك منين ده؟ لكل شيء تحت السماوات وقت. عشان كده في حاجة يسموها سياسة الوقت المناسب أو حكمة الوقت المناسب. الواحد يعمل كل حاجة في الوقت المناسب، الوقت المظبوط. واحدة تيجي تعيط وتقول أنا طلبت حاجة من زوجي ورفض، وتقعد تعيط. بتعيطي ليه يا بنتي؟ جايز طلبت منه في وقت غير مناسب. انتهز وقت مناسب كده يكون مفرفش ومبسوط واطلب الطلب. اللي رفضه في وقت هيوافق عليه في وقت تاني. زي انا اكون موجود وضيوف كتير حوالي 50-60 واحد حواليا، واحد يقول لي ممكن اقول لك كلمه خاصه؟ كلمه خاصه ايه؟ او واحد يقول لي عايزك يا سيدنا في نص كلمه، قلت له عايزك ادي كلمه، يا سيدنا ادي كلمتين في نص كلمه، ادي ست كلمات. يبقى ازاي نص كلمه ودول ست كلمات؟ طب يا ابني انتهز وقت نكون فاضيين فيه ونكلمك. انتهز وقت نكون فاضيين فيه ونكلمك. او واحد يكون مستعجل ورايح مشوار وخلاص والميعاد، رايح وراكب في العربيه، ويجي له واحد على العربيه يقول تسمع مشكله عايزك تحلها. طب انتظر لما ارجع. لا 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 دي مستعجله جدا يا ابني، وراي مشوار. لا مش ممكن. لا 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 هيضطر واحد يروح سحبه كده ويقول له تعالى بس لما نتفاهم معاك على بال ما العربية تمشي. ما هو مش معقول. انتهز الوقت المناسب اللي تعمل فيه عملك. ده ربنا وعد الإنسان بالخلاص، لكن متى خلصه؟ في الوقت المناسب، في ملء الزمان. ربنا وعد إبراهيم إن يديله نسل، إمتى إداله نسل؟ في الوقت المناسب، في ملء الزمان. ربنا كان عايز يحول هموم يوسف الصديق إلى خير، لكن إمتى حول الشر المحيط به إلى خير؟ في الوقت المناسب. انتظر الوقت المناسب. اللي بيلح في وقت غير مناسب بيتعب نفسه وبيتعب اللي بيلح عليه. انتظر الوقت المناسب. حتى لما تكون عندك مشكلة تقول للمشكلة وقت ولحل المشكلة وقت، لكن تقف تقول لازم تتحل دلوقتي بتتعب روحك. لحل المشكلة وقت. في مشاكل عايزة وقت على بال ما تتحل. في مشاكل عايزة وقت على بال ما تتحل. ما تبقاش انت متسرع، انتظر لما يجي الوقت المظبوط. لما ربنا أراد أن يسكن اليهود في مكان، قال لهم لسه كأس الأموريين ليس كاملا، لما يكمل كأس الأموريين أبقى أخلصكم من الإيه؟ من الأموريين. لسه الوقت ما جاش. كل حاجة عايزة وقت. وفي حاجات وقتها جه، لو سبتها تبقى راحت عليك. زي ما بيقول لك اطرق الحديد وهو سخن. الحكاية مناسبة وجه الوقت، يبقى لو ضيعته انت اللي ماشي مش مظبوط. فالانسان الحكيم عيناه في رأسه، واخد باله من مسألة الوقت.
زي تلميذ ما يذاكرش غير في الشهر الأخير من الامتحان. أنا هو ده وقت، ده أنت تذاكر من أول أكتوبر، من أول شهر، تقول له كل شيء تحت السماوات وقت. لا، هنا الكلام ده ما ينفعش. في مسائل الواحد ينتظر لوقتها المناسب، وفي مسائل أخرى لكل شيء تحت السماوات وقت، في أشياء لها كل الوقت، زي الصلاة مثلا ممكن تصلي في كل وقت، مع ان في اوقات محددها الكنيسة زي باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والغروب والنوم الى اخره، لكن ممكن تصلي في كل وقت، كل وقت صالح للصلاة، كل وقت صالح للتوبة، كل وقت صالح للفضيلة، كل وقت صالح للمصالحة مع الله. ما تقولش لسه ما جاش وقته، لما عجز شوية وافضل ربنا. صدقني لو استنيت لما تعجز هتلاقي الخطايا تحولت فيك الى طباع ومش قادر تسيبها. فرق بين انك انت حتة عشب تخلعها من الارض تبقى سهلة، وفرق لما تنتظر لما العشبة دي تبقى شجرة وضخمة والجدر قد كده والفنتير قد كده، ما تقلعها ازاي دي؟ وبعدين تتحول الى طبع ثابت مش قادر تسيبها. في حاجات ليها وقت وحاجات ليها كل الوقت. الفضيلة دي ليها وقت، ليها كل الوقت. ثمار الروح القدس دي ليها وقت، ليها كل الوقت. في حاجات مش عايزة تأجيل، وقتها دلوقتي، زي ما بيقول الرسول إنها الآن ساعة لنستيقظ، إنها الآن ساعة لنستيقظ، مش ننتظر الوقت. جايز انت تنتظر لما يجي الوقت والوقت ما ينتظركش. الدنيا بتجري، الدنيا بتجري. زي اقول لكم حاجه، اولاد صغيرين ذاكرتهم بيضاء وممكن يتحط فيها كل حاجه، تيجي انت تسيب الفرصه دي، فرصه الذاكره، وما تحفظوش ايات، ما تحفظوش تراتيل، ما تحفظوش قصص، وتستنى لما يكبر. لما يكبر هيبص يلاقي دروس ومدارس ومقررات وشوارع واغاني وهيصه، مخه مش فاضي. يبقى انت ضيعت الوقت، ضيعت الوقت اللي ممكن تغرس في الطفل كل حاجه ويقبلها في سن التسليم وسن الذاكره البيضاء وسن التقبل لكل شيء، تضيعه. وبعدين يقول لك فين؟ تستنى لما يكبر. وهو بيقول لك ان العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الماء. في فرق، كل حاجه ليها وقتها، فما تضيعش فرص. ساعات ربنا يحط لك فرص امامك ويقول لك دي ليه، هو وقتها الوقت، تضيع الفرصه راحت منك. جايز وقت تجيلك فيه زيارة من زيارات النعمة، استفدت منها بقت عالي العال، ضيعتها راح الوقت، دور على الفرصة التانية ما تلاقيهاش. مش في كل وقت بيجيلك زيارة النعمة. علشان كده الكتاب بيقول انكم افتقدوا الوقت لان الايام شريرة. استفيد من الوقت اللي انت فيه، استفيد من كل شعور معاك، لأنك لا تضمن الأيام شريرة. وحاول أنك أنت تكون حكيم في معرفة الوقت المناسب لكل شيء، حكيم في معرفة الوقت المناسب لكل شيء. قالوا الأستير شوف لي حل أحسن هنضيع،
قالت لهم صلوا لي ان ربنا يبعت لي وقت مناسب اقدر اكمل اكلم فيه الملك، لان مش كل وقت اقدر اكلمه. وربنا بعت لها الوقت المناسب فاستغلته استغلال طيب. فليعتقهم الرب اوقاتا هنيه.